بسم الله الرحمن الرحيم. زوار موقع زيو سيتي نت أينما كنتم وحيثما وجدتم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في برنامجكم جلسة الأحباب. هكذا تعود جلسة الأحباب بعد غياب طويل. جلسة الأحباب برنامج نجتمع فيه لنتحدث عن واقع كرة القدم المحلية بزيو. سنتحدث عن الزمن الجميل لكرة القدم، واقع كرة القدم اليوم. يحضر معنا في هذا اللقاء الأخ حجي نور الدين، الأخ المخفاوي أحمد، الحاج عبدو عيسى، الأخ دردور، الحاج فتحي بالحاج معروف بالحاج، طاقم زيو سيتي يعني مراسل زيو سيتي مشتيوي محمد، والضيف المفاجأة محيي جعلول، محيي الدين جعلول، كما يحضر معنا الحسين الطيبي والحاج بن بكاي الذي يستضيفنا في منزله أكرمه الله.